مرة أخرى عودة إلى نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي. أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع عدد قتلى تفجير مفوضية الانتخابات الليبية إلى 11 قتيلا. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المفوضية قوله إن انتحاري فجر نفسه داخل مقر اللجنة بينما قام آخرون بإضراب النار في جزء من المبنى. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته وتبنيه للحادث. أستاذ مصباح، ما دلالة توقيت هذا الهجوم الإرهابي خاصة وأنه متزامن مع عودة المشير خليفة حفتن إلى السياحة السياسية مرة أخرى؟ هو السؤال بيحمل في ذاته يعني جزء مهم جدا من الإجابة. احنا شفنا طبعا اللي قام بيه جماعة الإخوان المسلمين من أكاذيب بشعة فيما يتعلق بصحة المشير خليفة حفتن وأنه مات وأنه كذا، وبدأوا بقى يتكلموا مصر والإمارات تايهين يا عيني، مش لاقيين بقى خليفة ليه، والدنيا ايه، وبدأت تنتعش أمال الإخوان والجماعات الإرهابية في إنها تضع أظافرها أكتر وأكتر على هذا البلد، خيراته ومخدراته وكده. فكان شيء طبيعي إن بعد رجوعه وإعلانه إنه التجهيز لحملة شاملة على دارنا لاستعادتها بالكامل من أيدي الإرهابيين، وهي حملة على فكرة وشيكة القيام، لأنه امبارح كان في أنباء عن انتهاء من ترتيبات الإعداد للحملة، فكان شيء طبيعي أن يحدث مثل ذلك. أيضا يعني لازم نلاحظ أنه على الرغم من خلافات، حتى زجاز أن أنا أقول بشكل شخصي، خلافات مع الطروحات اللي بيقوم بها السيد غسان سلامة مندوب الأمم المتحدة يعني أو مبعوث إلى ليبيا، فإنه بدأ يبلور قدر من التوافق ما بين طرابلس وبني غازي، عشان كده خشية الأطراف اللي هي بتشتغل في التهريب والسلاح والإجرام والفتوانة والبلطجة، يعني من إنه يحصل نوع من المضي قدما في العملية السياسية، وبالتالي أدوارها أو مساحتها أو كمية النهب اللي بتقوم بيها أو شغل العمالة اللي بتشتغله فرص وتقل يعني. فهذا الحادث بيعكس ده، لكن بس بلفت النظر إلى نقطة مهمة، إنه اللي فجر نفسه في مقر المفوضية الانتخابات لابد أنه شحن بفكرة إنه الأحزاب والعملية السياسية والديمقراطية ده كفر مبواح ويجب أن نقضي عليه. ما هو مش ممكن واحد يدفع ثمن حياته ثمن إلا إذا كان مشحون بمثل هذه الفكرة. أما بقية العصابة اللي بيضربوا واللي ما ضحوش بقى بنفسهم لكن ضربوا شوية نار وولعوا في المبنى ومشيوا، من المؤكد إن دول جزء من الآلة التي شحنت هذا الشخص. في كل الحالات وحصل بعدها محاولة عدوان على مقر الأمم المتحدة هناك، ما كانش فيه إصابات لحد يمكن قبل ما يخش الاستوديو، لكن لاحظنا كلنا إنه في إجماع على إدانة الحادث، وده شيء جيد الحقيقة برضه من القيادات في طرابلس أو في بني غازي سواء بالبرلمان أو من الجيش الوطني الليبي، وبعتقد إنه ده ممكن يدي فرصة للأطراف في إلى مزيد من التقارب يعني من أجل الخروج بليبيا من المستنقع التي قادتها إليه دول وجماعات غربية وأطراف طبعا زي قطر. احنا شفنا السفير الروسي السابق في قطر الحقيقة اللي قايله يعني من 3-4 أيام شيء فضائحي بحق في شأن ما قامت به قطر من جرائم في ليبيا.